أهلا وسهلا فيكم أعزائنا الطلاب في درس المشكلات الرياضية. طبعا اسمه بالتركي شو؟ البروبلم لار. بالبداية شو يعني مشكلات رياضية؟ شو يعني بروبلم لار؟ يعني بيعطيني مسألة، طبعا هو قسم من أقسام أبحاث اليوس، بيعطيني مسألة على أساس هي المسألة نكتب معادلة ومنحل السؤال. هلا المشكلات الرياضية طبعا نحن حنشرح المسائل باللغة التركية مثل ما لو موجودين بالكتاب، ولكن حنترجمهم. وطبعا الكلمات، في عنا كلمات مهمة لازم نحفظها، إذا كنا نحن ما بنعرف تركي في كلمات مهمة لازم نحفظها، مندربكم عليها من خلال الدروس. يعني إذا أنتم طلاب ما بتعرفوا تركي فما في مشكلة أبدا، لأن نحن حندربكم على كلمات، مثلا كلمات التركية اللي دائما بتتكرر. طيب نشوف الأسئلة. السؤال الأول شو عم بيقول؟ عم بيقول بير صينين، في عنا عدد صي يعني عدد، exactly يعني ناقص، عم بيقولنا في عنا عدد ناقص 3. العدد نحن ما بنعرفه قديش هو، لذلك إذا بير صينين لما بيقولنا بير صينين مباشرة بنجي بنكتب الإكس. وتش اكسكلي 3، قلنا اكسكلي يعني ناقص، معناها بنحط إشارة الناقص ناقص 3. طبعا هدول أساسيات المشكلات الرياضية، لسه ما بدأنا بالمسائل اللي حتجي بالامتحان. مثلا بير صينين في عنا عدد فاضلة يعني زائد، عنا عدد، العدد طالما اني هو مجهول معناها هو اكس، إشارة زائد 6 زائد 6 مثل ما عم بيقلنا، بنجي بنكتب بير صينين في عنا عدد، عدد مجهول، بير صينين يعني عدد نحن ما بنعرفه قديش بنجي بنسميه اكس. دورت قطو يعني ضعف، ضعف شو يعني ضعف؟ يعني ضرب، ضرب. لما نجي بنشوف كلمة قطو يعني ضرب، تمام؟ ضرب نحن اللي عندنا العدد اللي سميناه هو الاكس. ضرب 4 يعني 4x. بير صينين في عنا عدد، كي قطو في عنا عدد، خلينا في عنا عدد مجهول نجي بنسميه x. شو ما بيقلنا نجي بننفذ، كي قط 2 قطو، قطو يعني ضرب، ضرب يعني ضعف، ضعف يعني ضرب، يعني العدد ضعفه يعني 2x. بعدين شو عم بيقول؟ دورت اكسكلي، اكسكلي شو قلنا؟ شو قلنا يعني؟ يعني ناقص، يعني بنجي بنكتب ناقص 4. بنلاحظ شو عم بيقلنا بالمسألة مباشر نفس الشيء حنجي نكتب، عم بيقلي بير صينين عدد مجهول، كتبنا اكس. دائما لما بيقلنا بير صينين يعني اكس، عدد مجهول، اكي قطو، القط يعني قطو يعني ضعف، في عنا 2 يعني ضرب 2، 4 ناقص 4 بيقلنا اكس كلي يعني ناقص، ناقص 4. عم بيقلنا بير صينين في عنا عدد، عدد مجهول، صي يعني عدد، في عنا عدد مجهول بنجي بنسميه اكس. اتش قطو شو يعني؟ اتش قطو يعني قطو يعني ضرب، يعني ضرب 3. فاضلة شو يعني فاضلة؟ يعني زائد، معناها زائد 5. بير صينين في عنا عدد نحن ما بنعرفه معناها اكس. دورت اربعة اكسكلي شو يعني اكسكلي؟ تعالوا نتذكر، ناقص، معناها ناقص اربعة. قديش ومسهلين المشكلات الرياضية، بعد ما قلنا في عنا عدد ناقص الاربعة، بعدين قلنا اتش قطو، قطو شو يعني؟ قلنا يعني ضرب، يعني ضرب ثلاثة. كيف يعني ضرب ثلاثة؟ يعني هي كلياتها ضرب ثلاثة. هيك بدنا نجي نحل بير صينين 3 على 5، وكاتب لنا حرف اي لما بيكتب لنا بهذا الشكل الاكس. بير صينين يعني عدد اللي هو الاكس، بيكتب لنا بهذا الشكل 3 على 5 اي يعني ضرب 3 على 5. خلونا نجي نحفظ هذا الشيء الموجود هيك دائما هيك. يعني شوف السؤال اللي بعده، هذا السؤال تقريبا نفس السؤال اللي قبله. بير صينين في عنا عدد نحن ما بنعرفه اكس، بعد ما قلنا بير صينين كتب لنا 2 على 7 معناها ضرب 2 على 7. نتعود على المسائل كيف بنحلهم. اكي فاضلة ص، شو يعني اكي فاضلة ص؟ فاضلة شو كان يعني؟ يعني زائد، يعني زائد 2.
يا ريت طبعا يجوا الأسئلة بالامتحان بهذا الشكل، ولكن مع الأسف ما حيجي هيك شيء غالبا. بير ساينن في عنا عدد، يعني هدول خلينا نفكر فيهم كيف عنا بالرياضيات جمع وطرح بالبداية ببداية الكتاب، هدول مثل الجمع والطرح بالنسبة للمشاكل. بير ساينن في عنا عدد خلينا نجي نسميه إكس، تمام؟ وتش كط، كط يعني ضعف، يعني ضعف يعني ضرب. لما منشوف كط يعني ضرب، ضرب ثلاثة. إكي إكس كلي ناقص اثنين، لما بيقول لي واحد على أربعة بعد ما قلنا هيك واحد على أربعة وواحد على أربعة، مباشرة بنجي بنقول بنحط قوس ضرب واحد على أربعة. خلينا نتعود على الكسور. بير ساينن في عنا عدد تشكط، عنا عدد ما خلينا نجي نسميه إكس، عدد نجي نسميه إكس ثلاث أضعاف ثلاثة كط. شو يعني كط؟ قلنا لما بنجي بنشوف كلمة كط يعني ضرب، يعني ضرب ثلاثة. دورت إكس كلية، عم بقرأ بالتركي، أربعة إكس كلية. إكس كلية شو يعني؟ يعني ناقص، ناقص أربعة. بنلاحظ شو ما بيقلنا بنعمل كرسة. شو يعني كرسة؟ يعني للتربيع. أيوة، شو كان يعني للتربيع؟ يعني أكيد لازم نكون متذكرينا، نحط قوس للتربيع، يعني اثنين للتربيع، يعني اثنين قوة اثنين، تمام؟ بعد ما قلنا نكتب هاي الكتابة، مثلاً في عنا عدد ثلاث أضعاف منه إكس كلية ناقص أربعة، بعدين قلنا كرسة يعني للتربيع. أعزائي الطلاب، كان درسنا لليوم عبارة عن أساسيات المشكلات الرياضية. إن شاء الله حنكمل بدروس تانية، ولكن في حال أتقننا الأساسيات حنشوف لبعدين. الموضوع كتير سهل وبسيط. إلى اللقاء أعزائي الطلاب.